مرحبا باللي جاو جاب. اليوم جبت لكم وصفة جديدة وتحية للجالية اللي في بلدان بعيدة. من قاع الخابية جبت وصفة فريدة، تبع الطريقة والمقادير انت والوالدة. شوفوا معايا وصفة اليوم اش تحتاج. هي شهيوة معمرة بالكفتة ولا الدجاج وصوص بيتزا وليزيبيناغ والفرماج، والنتيجة جمال المنظر وبالنبل الحجاج. على بركة الله نبداو الوصفة ديالنا. غادي نشعلو على المقلة ديالنا، غادي نديرو شوية زيت الزيتون فقط، نسوطيو ليزيبيناغ ديالنا هما الأولين دقائق معدودة، وجدو لنا ليزيبيناغ ديالنا نخليهم يتسقطرو هنايا. غادي نديرو زيت الزيتون، شوية ديال الزيت الرومية، وغادي نحطو البصلة ديالنا، نخليو البصلة ديالنا تشد اللون، ونضيفو عليها الكفتة ديالنا، نعمروها بثلاثة ديال الأنواع ديال الحشوات. كنديرو شوية ديال الأبزار وشوية ديال الملحة، وكنديرو شوية ديال الثومة. باش نحضرو هاد الوصفة سيداتي كنكونو شدينا البطيطة ديالنا ومعكناهم ودرناهم في هاد الإناء. غادي نسموهم بواحد شوية ديال الأعشاب. اليوم اختاريت لكم الشبت. بعد ما بدات كطيب لينا هاد الكفتة كنديرو واحد شوية ديال المطيشة ديال البيتزا، واحد المعلقة صغيرة، وكنديرو واحد شوية ديال المطيشة ديال الحك، كنديرو شوية ديال المعدنوس. بعد ما قررنا الشبت ديالنا سيداتي ساداتي غادي نضيفوه لهاد البطاطا، كنديروا لها البودرة ديال النشا، وكنملحوا وكنبزروا. الحشوة ديالنا طابت، غادي نزيدوا عليها لي شامبينيون اللي هما اصلا طايبين، ونخليو ترجع لهم ديك السخونية وداك الصات، ونرجعوا لا بيغي ديالنا. غادي نديروا واحد البيضة واحدة ونحاولوا نخلطوا هاد الخليط. غادي ناخذ واحد الإناء ديال الفرن بهاد الطريقة، كنديروا واحد شوية ديال الزيت الرومية، وكناخدو واحد شويه ديال البطاطا وكنديروها هنا في الوسط، وكنجيو هنا الوسط وكنحاولوا نديرو واحد الحفيره صغيره، وكناخدو لاصوص بيتزا ديالنا وكنديروها الوسط. غناخدو واحد شويه في الشامبينيون والكفته ديالنا ونديروه بحال هكذا، كيجيو هائلين ولداد بزاف. ممكن ناخدو حتى شويه ديال الدجاج، غادي ندير واحد شويه ديال البصله، وغادي ندير لي زيبيناغ ونلويهم بحال هكذا، نديرولهم بلاصتهم. كنزيدو الفرماج، اختاريت لكم الكودا، نقدروا نزيدوهم واحد شويه ديال البزار، وغادي ندخلوهم للفران. اذا سيداتي ساداتي غادي نمشيو نطلو على العشيشات ديالنا واش طابو، وغادي نوريهم لكم، تابعوني. دابا غادي ندريسيوهم، غادي نقدموهم لكم في الطبق. الحباب بالصحة والعافية والسرور. هذه هي شهيوة عش العصفور، وجدوها وردوا عليا وبالصحة الفطور، وإلا بقى منها راه مازال تابعكم السحور. إيوا سيادنا بالصحة فطوركم، كان معكم الشيف سيمو كيف القاعدة، تسناونا في أحلى رمضان وشهيوات جديدة.